مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفتنا الأستاذة حنان فكري. أهلا بكم. جريدة تايمز نشرت تهديد تنظيم القاعدة في اليمن بإعدام الرهين الأمريكي لوك سامرز إذا لم تستجب الولايات المتحدة لمطالبهم التي وصفوها بأنهم يعرفونها جيدا، وذلك خلال 3 أيام فقط. وكان الرهين الأمريكي ذو 33 عاما اختطف منذ عام في صنعاء، وقال في شريط الفيديو إن حياته في خطر وإنه بحاجة للمساعدة. وفي مقال بصحيفة وول ستريت جورنال جاء فيه أن اليمن يفضح استراتيجية الولايات المتحدة في محاربة الجماعات المتطرفة، فالحكومة اليمنية التي كانت حصنا منيعا في مواجهة تنظيم القاعدة انهارت بعد سيطرة الحوثيين الشيعة على البلاد، ما أتاح الفرصة لازدهار نشاطهم، فيما لم تسفر الضربات الجوية في اليمن عن شيء. وعلى الرغم من سنوات التدريب وملايين الدولارات، فشلت القوات اليمنية في تطوير قوة قتالية يمكنها درء التهديد المزدوج من القاعدة. من ناحية أخرى، قالت مصادر يمنية إن السعودية علقت معظم مساعداتها المالية لليمن، كما نشرت صحيفة الجريدة الكويتية، وذلك مؤشر واضح على عدم رضاها عن النفوذ السياسي المتنامي لجماعة الحوثيين الشيعية التي تربطها صلات بإيران. وكثيرا ما كان اليمن يعتمد على السعودية لمساعدته في تمويل مرتبات العاملين في الحكومة ومدفوعات الرعاية الاجتماعية. يعني هل اليمن فعلا يكشف فشل استراتيجية الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب كما قالت الول ستريت جورنال؟ مش اليمن بس، اليمن والعراق وسوريا بتكشف استراتيجية الولايات المتحدة في إيهام البعض إن هي بتحارب الإرهاب، إن هي بتحارب ما صنعته يداها من قبل. لكن احنا بس خلينا نبدأ من الآخر للأول بالخبر بتاع الحوثيين ومنع المساعدات السعودية. أنا يعني أرى يعني حاجة غريبة في هذا الخبر، لأن معلوماتي من بعض الأصدقاء السعوديين أن السعودية السعودية تدعم الحوثيين في تدعم يعني الحوثيين تدعم وجود الحوثيين، لأن بالنسبة لها الشيعة هم الأقرب من السنة المتطرفين، برغم أن الحوثيين من المذهب الزيدي المنبثق عن المذهب الشيعي، إلا أن هم كانوا الأقرب للسعودية من المتطرفين من القاعدة. والاثنين لو تلاحظ في موقفهم الاخوان، الاثنين كانوا ضد الاخوان والاثنين بيحاولوا القضاء على الاخوان. فانا مستغربه جدا من العكس اللي انا شايفاه. وحضرتك ارجع للتحليلات الكتاب، خاصه كتاب اليسار. طب يعني ارجع لهم في استكمالا الخبر، السعوديه اوقفت المساعدات لليمن خوفا من وقوعها في يد الحوثيين بعد سيطرتهم على مناطق واسعه هناك. هي السعوديه كانت بتدي السعوديه كانت بتدي المساعدات لمين؟ للحكومه اليمنيه، النظام. مين اللي سلم الحوثيين الاماكن العسكريه؟ يعني مين اللي سلمهم؟ هناك تعاون مع علي عبد الله صالح، النظام جزء من هذا النظام. لا مش بس علي عبد الله صالح، اللي كانوا موجودين من اعوانه في النظام وكانوا معروفين، وكانت السعوديه تعلم ذلك. يعني في في يعني في حاجات يعني موجوده تحت السطح لم تطفو بعد، لكن اعتقد الايام القادمه هتكشفها. وحضرتك تابع بس تحليلات الكتاب في هذا الشان. اما فيما يخص ذبح الصحفي، في حاجه الأمريكية. السياسه الامريكيه لا والتهديد كمان بذبح صحفي، حضرتك في خبر صح كده؟ دي مصيبه. يعني الصحفيين هم اللي بيدفعوا الثمن باستمرار في التهديد الدول بيهم. في مصيبه ان بقيه التنظيمات اصبحت يعني تنتهج نفس ما يعني فعلته داعش، واصبح سنه لهذه التنظيمات انه ياخدوا واحد ويهددوا بذبحه. في تحليل لها حول انخفاض اسعار النفط، قالت صحيفه وول ستريت جورنال انه في الوقت الذي لم يخلف فيه مثل هذا القرار اي تاثير على قوى بعينها، فانه ينذر بكارثه اقتصاديه محتمله لاخرين. وبالنسبة لإيران التي يعاني اقتصادها بالفعل من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، يضيف الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى آلامها، إذ أنه يجعل خططها الإقليمية الطموحة أكثر تكلفة. وفي مقال له بصحيفة الجارديان حول التقارب الأمريكي الإيراني في الحرب على داعش، يقول الصحفي إيام بلاك أن هذا التعاون بين البلدين ليس الأول، فقد حصل شيء شبيه عقب الهجمات على برجي التجارة العالمية عام 2001، حيث ساعدت إيران في اختيار الأهداف التي ستقصفها الطائرات الأمريكية في وقت لاحق.
أما صحيفة رأي اليوم فنقلت عن الفريق محمد علي عزيز جعفري القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني قوله: أصبحنا قوة فاعلة في المنطقة وأحيينا ثورة البحرين ونفخنا روحا جديدة في الثورة اليمنية واستطعنا أن نظهر قوة كبيرة في سوريا والعراق. يعني النفط له عامل كبير جدا في إدارة الصراع الإقليمي في المنطقة، وها هو يعني قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف بنفوذ الإيراني وتدخلهم في العراق وسوريا والبحرين واليمن. كيف تقرأين المشهد من وجهة نظرك؟ مش عايزين طبعا نختلف أبدا على أن النفط، بس مش النفط بس، النفط والغاز هما كلمتين السر في الصراع في الشرق الأوسط وربما في العالم كله. لكن مسألة إيران تحديدا بيدخل فيها جزء من ان في تهديد للاقتصاد العالمي لو حصل ازمات او ضغوط اكثر من ذلك على ايران. طبعا يعني ما حدش بيقول ان يبقى في حد في الشرق الاوسط يمتلك قوه نوويه او يمتلك سلاح او ان هو لا مش سلاح اسفه يمتلك سلاح عسكري متفوق او سلاح نووي طبقا لاتفاقيات نزع السلاح. لكن اذا ما كان إيران مهددة بأكثر من دولة في الجوار وهي تمتلك النفط، إذا تم الضغط عليها أكثر من ذلك اقتصاديا سواء في الأسعار أو في التصدير أو في العقوبات اللي بتفرض عليها في الملف النووي، ده حاجة تانية، فقد تلجأ لغلق مضيق هرمز والتأثير والتهديد بأزمة اقتصادية عالمية للغرب، لأن الغرب شريان الحياة بالنسبة له هو النفط اللي بيتصدر منهم عن عن آه عن هذا الطريق، فقد تحدث أزمات اقتصادية. لذلك يمكن بنشوف كل العقوبات اللي تم فرضها عليها ما جابتش نتيجة لغاية دلوقتي، وما زالت تمول جماعات، يعني بتمول جماعات لأن هي بتعمل توازن زي ما قلنا قبل كده، بتعمل توازن شيعي في المنطقة مقابل التوازن السني في منطقة الهلال الخصيب العراق سوريا فلسطين. نعم، يعني الموضوع شائك بالفعل والصراعات يحكمها أمور كثيرة. أثار خطاب بوتين السنوي في الكرملين اهتمامات الصحافة، فصحيفة الاندبندنت قالت إن الرئيس الروسي بوتين يحث الروس على مزيد من الاعتماد على الذات بسبب المشكلات الاقتصادية، وحذر بوتين من الأوقات الصعبة التي ستواجه روسيا الفترة القادمة، حيث تضررت روسيا من تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب أوكرانيا، واقترح بوتين العفو الكامل لرأس المال للعودة إلى روسيا، حيث تقدر رؤوس الأموال الهاربة ب 81 بليون يورو. ونقلت جريدة التلغراف تشبيه بوتين للغرب بهتلر لرغبة الغرب في إخضاع روسيا، وأن روسيا دولة قوية ستتغلب على الصعاب التي تواجهها في الوقت الراهن، وأضاف أن بلاده لن تختار سبيل العزلة وستواصل التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا رغم الأزمة الأوكرانية، موضحا أن العقوبات الغربية التي فرضت خلال الأزمة قدمت حافزا للاقتصاد الروسي وأن بلاده ستظل منفتحة على الاستثمارات الأجنبية. ومن ناحية أخرى، وكما نشرت صحيفة مصر اليوم، اتفقت الحكومة الأوكرانية مع قادة الانفصاليين الموالين لروسيا على هدنة جديدة اعتبارا من 9 ديسمبر بوساطة روسية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية. بوتين يؤكد على قوة بلاده ويراهن على مدى تحملهم للمواقف أو العقوبات التي فرضها الغرب بعد الأزمة الأوكرانية. هل هو محق في يعني في هذا الاصرار وهذا التحدي؟ ما هم على طول مصرين ومتحدين، لكن في الحقيقه ان في انهيار في الاقتصاد هناك. يعني حتى معظم الناس اللي سافرت من مصر عقب الثوره لروسيا ولجورجيا وللاماكن المحيطه بها رجعوا وقالوا ان روسيا يعني ما فيش شغل، ما فيش اي مظاهر لاي نمو اقتصادي، يعني ده بشهادات الناس البسطاء مش بشهادات التقارير والاحصائيات اللي بالارقام عن الاقتصاد الروسي. لكن يعني اذا رجعنا للاخبار اللي فاتت اللي هي بتاعت ايران، احنا عارفين ان روسيا وايران بيصبوا في نفس الهدف، وهو ده اللي بيخليهم قادرين يصمدوا، يعني عاملين تحالف ضد الغرب. ايه اللي هيجي الفتره اللي جايه من هذا التحالف؟ الله اعلم، خاصه موضوع الغاز، لان احنا عارفين الغاز بيمر الى روسيا عبر اوكرانيا. فايه اللي هيجي الفتره اللي جايه الله اعلم. وانا يعني الخبر ده تحديدا انا ما قريتش متنه عشان كده مش عارفه
التفاصيل بتاعت متن الخبر والتعليق عليها، ربما يكون هناك تفاصيل اكثر لا اعرفها. نعم، ولكن هو يعني بوتين يصر على تحدي الغرب وعلى الثبات على موقفه ويراهن على قدرة الروس على تجاوز هذه الأزمات، ويصر على يعني انفتاحه على الغرب. وبالفعل الهدنة التي حدثت بالأمس ما بين الانفصاليين والحكومة الأوكرانية جاءت بعد اجتماع للافاروف مع كيري. لكن هناك يعني هناك انهيار في الاقتصاد حقيقي لا يمكن التعويل فقط على الصمود. يا فرحتي بالصمود. نعم. يعني هناك انهيار في الاقتصاد. هو فتح الباب لعودة رؤوس الأموال ربما التي هربت. ربما هذا يأتي بالجديد في الفترة. مليار يورو. نعم. يعني في ظل هذا التوجه الروسي وإصرارها على بعض مواقف خصوصا في المنطقة، هي يصر على القرم ويقول أنها مكان مقدس بالنسبة للروس، يتحدى الغرب من أن تسترده مرة أخرى يعني أو أن تتنازل عنه روسيا. برأيك في ظل الصراعات الإقليمية أيضا الموجودة في المنطقة والتي بدأت روسيا أن تدخل فيها بشكل قوي جدا في سوريا، في العراق، وخاصة ومؤخرا في السودان بعد زيارة لافاروف المؤخرة إلى السودان، يعني روسيا كيف تؤثر في المشهد الإقليمي الآن؟ هي مؤثرة فعلا، لأن روسيا أوهمت البعض في بداية الصراع، أوهمت البعض أنها تعمل كقوة معادلة لأمريكا في الصراع في الشرق الأوسط. البعض خدع في البداية أن هذا حقيقي، لكن لما بدأنا على أرض الواقع فوجئنا أن للأسف وأن إحنا كنا عشمانين، مش أن إحنا، بلاش نقول أن إحنا، أن البعض كان عشمان أن فعلا تعمل توازن مع القوى الأمريكية في منطقة الصراع في الشرق الأوسط من أجل عدم إعطاء فرصة لأمريكا أنها تتلاعب بمصائر ومقدرات الشعوب العربية. لكن اللي حصل إيه؟ طبعا إحنا عارفين أن روسيا كانت بتسند بشار، وأن روسيا كانت وأن روسيا في أول البداية لما حصل احتكاك بين السياسة المصرية والسياسة الأمريكية، مصر برضو استخدمت نفس الورقة وأعلنت عن علاقات روسية جيدة، لدرجة أن كل الصحف طلعت بمنشطات وبتقول أن مصر تستبدل أمريكا بسوريا في السلاح، في التزود بالسلاح، أسف، أمريكا بروسيا في التزود بالسلاح. طيب كلنا توهمنا هذا وكلنا فرحنا به، لكن الحقيقة لما تيجي تشوف تبص على خريطة الصراع أو على ما تم تنفيذه على أرض الواقع فعلا، لا تستطيع أن تقف في المعادلة مثل ما تقف أمريكا. ما زالت أمريكا هي المهيمن وهي المسيطر وهي التي تستطيع أن تتحكم بالأمور، وتهم الناس أنها تحارب الإرهاب، وتهم الناس أنها تحاول يعني رسم تراسيم الحدود في الشرق الأوسط من جديد، وهي لا تفعل ذلك. هي عايزة تذيب الحدود في الشرق الأوسط من أجل إنشاء الدويلات الصغيرة التي تستطيع أن تسيطر عليها وعلى ثرواتها وعلى نفطها وعلى غزة. فهل تستطيع روسيا؟ ربما نتمنى، يعني نتمنى أن نمتلك نحن مقدراتنا ولا روسيا ولا أمريكا، لكن للأسف صحيح ولا روسيا ولا أمريكا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة حنان فكري على وجودك معنا، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. حتى يتجدد معكم اللقاء مع حلقة جديدة وفي الصفحة الأولى، أشكركم وأترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.